نحن كمسؤولين قطاعات ومرافق وهيئات وشركات ومعاهد عليا وجامعة بن وليد وجهات الأمنية بالبلدية تعتبر المجلس البلدي المنتخب من أهالي المدينة هو الجهة الشرعية التي تمثل كل هذه القطاعات، ولن يكون التعامل إلا مع المجلس البلدي المنتخب. إن أي محاولة تكليف أجسام موازية داخل مدينة بن وليد ما هي إلا خلق فتنة وتمزيق النسيج الاجتماعي داخل المدينة.